رايك فيا لا يدل عليا افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. احنا ربنا خلقنا بايده الكريمه، خلق لك مخ في 150 مليار خليه عقليه يستوعب 2 مليون معلومه في الثانيه الواحده، قسم سرعه الضوء من 86 الف ميل في الثانيه الواحده، عينيك بتفتح وتقفل 18 الف مره في اليوم عشان تحافظ على طاقتك الكهرومغناطيسيه، لو حاجه دخلت في عينك تموتها في لحظه، عينيك بتميز 10 مليون لون في الحال، حاسه الشم عندك القدره تشم 14002 واكثر كمان، حاسه تذوق ثلاث طبقات، وحاسه السمع ضربات قلبك، قلبك بيدوب 100 الف مره في اليوم من غير ما تفكر، عضلاتك لو اتحطوا سوا يشدوا 25 طن، طاقتك انت تلمس حدة الكهرب، تلمس حاجات الكهرب، العلماء قالك طاقه الانسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع، ده انت فرايك فيا دول؟ انا زعل عشان انت قلت لي حاجه، لو انا زعلت يبقى انا حطيت كل دول على جنب وخدت اللي انت بتقوله، يبقى انا ضعيف لدرجه لو انا طب انت مين؟ افضل مخلوق عند الله.